دايما الحاجه اللي انا بعملها ما بحبش فيها ان انا ابقى افريج، يعني ما بحبش ان انا ابقى حاجه في النص. يعني ممكن تلاقيني حتى في بطوله جمهوريه لو انا مش جاهز لا مش هنزل. هي لعبه خماسي الحديد بتتكون من 5 العاب: السباحه والجري والرمايه وسلاح الشيش والفروسيه. مش شرط ان انت تبقى متميز في الخمس العاب، بس الفكره كلها ان انت تبقى برضو 5 العاب عندك متكاملين مع بعض. من بعد يعني الميداليه الفضه، الناس كانت بتقول يعني ان هي ميداليه الفضه اللي هي بطعم الذهب، ان هي انا كنت خلاص انا قريب جدا من الذهب وجاي من بعيد جدا وقدرت احقق الفضه في الاولمبيكس. لكن احنا كنا طبعا نطمع في ان انا اخد الذهب، بس طبعا كان فاهم على اخر على اخر 400 متر كان خلاص البنزين خلص، يعني فاهم. ان انا اشوف ردود الافعال دي من الناس كنت مبسوط بيها جدا، على عكس بقى مثلا لما تشوف ردود الافعال كان بعد اول لعبه اللي هي اول لعبه اللي هي السلاح، لما انا كنت مركز 15. عايز اقول لك خدت كميه شتيمه بقى. هو كان الخبر نازل ان انا خلصت في المركز 15 ونازل الصوره وانا نايم على الارض، فاهم. قال لك ده مات من اول لعبه. تبع الرياضه مثلا في جهات كثيره جدا شايفين ان انا لا ممكن ما احققش في طوكيو، بس ان شاء الله في 24 اكون موجود على البوديوم. زي ما قلت لك انا كان قدامي الهدف اللي هو بتاع ان انا احقق الميداليه. كان ليا 5 مدربين اللي هم بتوع 5 العاب، وليا كمان مدرب اللي هو الفتنس، في يوجا، وكان في اللي هو المنتل تريننج. لازم الحاجات دي كلها تبقى متوفره، يعني في انت عندك في جزء رياضه بقى اللي هو كل حاجه انت بتعملها بتقدمها في الرياضه، لكن عندك حاجات بقى بره الرياضه بتخدم على اللي هي التمارين وعلى المجهود اللي انت بتبذله ده. اكتر حاجه يعني اللي هو بشوفها ان لازم تبقى موجوده في الرياضه عامه اللي هي الكونسستنسي، اللي هي الاصرار، العزيمه اللي تخليه دايما جعان لان هو عايز يحقق اكتر. يعني اكبر هدف بالنسبه لي هيبقى هو باريس 24 ان شاء الله تكون الذهب، يعني ولوس انجلس 28، استراليا 32. يعني زي ما قلت لك اللي هي كل الاولمبيات اللي الحمد لله ان شاء الله اقدر اشارك فيها، مش بس تبقى مجرد المشاركه، بس ان انا كمان ابقى بحقق يعني فيها ميداليه. يعني